بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كما نشاهد اليوم في العالم، من شرق الأرض إلى غربها، من الأمور الكبيرة العظيمة التي تشغل البشرية إلى صغائر الأمور وصغائر الدول، هناك مطحنة فساد. بعد أن اشتعلت الحرب في أوكرانيا وانخرط في هذه الحرب الدول الكبرى بطريقة وأخرى في الشرق، اليوم حينما نسمع تصريحات الرئيس الأمريكي والرد الصيني، نجد أنفسنا جميعا في معمعة حقيقية خطيرة. طبعا على كل امرئ أن يتحسس الأخطار، لأن هؤلاء الذين يتحكمون بالبشرية لا يتورعون عن أي شيء يمكن أن يحقق أهدافهم، حتى ولو كانت فيه إبادة لشعوب ولأمم، بل لأغلب البشرية. هؤلاء الذين كانوا يحذرون من انتشار الأسلحة النووية ووضعوا قوانين، هم أنفسهم الذين يشكلون الخطر الحقيقي على البشرية. وإذا تساءلنا العناوين والأهداف والمبررات والمسوغات لما يجري، لا نجد إلا الباطل، إلا الفساد. إذا سألنا الروس لما فعلتم ما فعلتم، يتحدثون عن مصالحهم وسطوتهم. أي لغة؟ لغة حق ولغة عدالة ولغة إنصاف ولغة مفقودة. أيضا حينما نرى الغرب إن كان أمريكا وإن كان أوروبا حين يتصدون، نفس الشيء، نفس المقاييس، مقاييس الغلبة ومقاييس السيطرة ومقاييس الاستعلاء. أيضا في الشرق، إن كان بين أمريكا والصين أو غيرها، ولا أحد يتحدث عن العدالة. يعني يجب أن يكون هناك قوانين عادلة، يجب أن يكون هناك حدود للحق والباطل، على الجميع أن يتقيد، وإلا كيف يمكن لنا أن نقول للصيني أو للأمريكي أو للروسي أو للأوروبي أنت تجاوزت حدك، عليك أن تعود إلى صوابك؟ هذا مفقود، تماما مفقود. البشرية عليها أن تفعل شيء. الناس المتضررة وهي البشرية. أيضا هذا الأمر إذا سحبناه إلى مناطقنا، مناطق المسلمين، إلى الحياة العامة، نفس الشيء. حتى بالمفاهيم، حتى بالأفكار، حتى بالعادات والتقاليد، أنا أدافع عن هذه العادة وأنت تدافع عن ذلك التقليد، وأنا والآخر يدافع عن هذا المحدث بغض النظر. اليوم كما ترون حملة دولية واسعة من دول ومن إعلام ومن مراكز سيطرة إلى النهاية، لمثلا على سبيل الفرض تشجيع دعم لظاهرة المثلية القذرة، وتحذير ممن يعترض، مع علم الجميع بلا استثناء أن هذه ظاهرة خبيثة سيئة مدمرة قاتلة لعينة على كل المستويات وعلى كل الصعد. وهناك تشجيع، بل نجد في بعض البلاد هوس
عندنا في الشرق هكذا، إن نبح الغربي نبح، وإن مهم طالما غربي يقول هذا إذن نحن معه. على كل هنا الفساد يتحدث القرآن الكريم، ولو اتبع الحق أهواءهم، بغض النظر الحق يعني القرآن أو الحق يعني الله جل وعلا شأنه الكريم كما يختلف المفسرون، بالأخير هي تعود إلى الله، إن قلنا القرآن وإن قلنا الحق الله. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الله ميزان العدالة، ميزان الاستقامة. مثلا الناس لها أهواء في الخلق، لها أهواء في الإيمان بالله، حتى في الإيمان لهم خصوصيات في مواصفات الله جل وعلا شأنهم، حتى فيها الله جل وعلا شأنه لو أطاعهم لفسدت السماوات والأرض، الكون كان خرب. أنتم بتعرفوا اليوم أن بعض ممارسات البشر عم بتأثر على بعض الأمور المتعلقة بالمناخ ومتعلقة بالغلاف الجوي. تأثير الإنسان البسيط هذا يهدد الحياة على الأرض، يعني يخرب الحياة، يدمرها، يفسدها أي إنسان منا، أي كل البشر هنا يجب أن يدركوا حقيقة أن هذا الميزان الصح الذي سمح أن تكون الأرض مسخرة لخدمة الإنسان، أي خلل، أي إفساد يعرض الحياة ويعرض الأرض ويعرض السماوات إلى فساد، إلى خراب. نحن حينما نفكر بالخلق أو بغير الخلق علينا أن ندرك أننا نسعى بخطى يجب أن تكون لخدمة الإصلاح، لخدمة الصلاح، لخدمة إعمار الكون، لخدمة إعمار الأرض، وليس لخدمة خرابها. وهنا من يسعى لخراب الأرض عليه أن يواجه، علينا أن نواجهه بعمل مضاد للإصلاح. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني أهل الشر وأهل الفساد والباطل يواجهون بأهل الخير ولو كانوا قلة أهل الخير، هذا يحمي الأرض من أن يعمها الفساد. لفسدت الأرض، كل الأرض، لملأها الظلم والفساد والطغيان والجريمة وإلى النهاية. أرجو أن يكون في التفات، يعني لا تستطيع أن تقول أنا أجلس في بيتي لا دخل لي، أنا أسكت يا أخي.
رفعت التكليف عن نفسي. لا لا الأمر هنا معركة حقيقية، معركة قائمة مستمرة، لا تستطيع أن تفر منها، لا تستطيع أن تقول ليس لي علاقة بهذا أو بذاك، لأنه إذا انسحبت من المعركة طغى الطرف الآخر، جيش الفساد طغى، جنود الفساد طغوا، خاصة وأن الفساد وجنود الفساد جبهة واحدة. الله جل وعلا شأنه يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هم جبهة حقيقية، فكيف لا نكون نحن جبهة في مواجهتهم إذا كنا من أهل الخير، إذا كنا من أولياء الله، إذا كنا ممن يريد إعمار الأرض بالخير والسعادة والعدل وإلى النهاية. يقول الله جل وعلا شأنه كريم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. هنا وكأنه فيه لوم، لو كان من الماضين القرون الماضية ناس فيهم خير، بقية صالحة تواجه الفاسدين، كانت الأرض بخير، كانت البشرية بخير. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد. أولو بقية، هذه البقية تنهى عن الفساد، فساد الأكثرية في الأرض إلا قليلا. نعم كان قليل من الناس، هذا القليل من الناس هو الذي حفظ لنا ما حفظ، لو كانوا أكثر لكان الخير أعم وأشمل. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا. هؤلاء القلة هم الذين يعني أوصلوا بعض الخير لنا. إذن الله جل وعلا شأنه هنا في هذا الموضوع، موضوع الفساد وموضوع الإصلاح، يقرر حقيقة أن الأرض فيها معركة، في هذه المعركة طبعا جبهة خير وجبهة فساد، ملة الفساد واحدة وملة الخير واحدة. ينادي أهل الخير أن يقفوا. بالكون اليوم بالعالم بالكرة الأرضية وين أهل الخير؟ بالأمم المتحدة، بمجلس الأمن، بالصراعات الدولية بين القوى الطامحة لنشر الفساد إن كان غربي وإن كان شرقي، وين موجود؟ هنا بالعالم الإسلامي في مواجهة ظلم الدول في العالم الإسلامي، مثلا طغيان أنظمة الحكم، مثلا الطغيان المصري أو الطغيان بالمملكة السعودية أو بإيران أو ولا شيء. في شعوب إذا رفع أحدهم صوته يقتل بدون ضجة، بدون ضجة. هنا جارنا سحق شعبه، أين القوى الخير التي تقف؟ في فلسطين اليوم رغم أن طغيان العدو الصهيوني وواضح أنه ابتلع فلسطين، كل فلسطين مع قدسها مع ضفتها إلى النهاية، ونتحدث نحن عن العلاقات الحميدة مع العدو الصهيوني وفتح سفارات له وإلى النهاية، وبعضهم ربما يكذب ويتحدث ويتشدق بالإعلام عن أنه غير راضي. على كل الحقيقة هنا أيضا نحن مكلفون، يجب أن يكون هناك صوت، ويجب أن يكون هذا الصوت قوي، ويجب أن يكون هذا الصوت منتشر وله قدرة. كل ما كان له قدرة على الوقوف في وجه الفساد كل ما أثر
وكل ما نفع وكل ما خفف أضرار. هكذا هي الحقيقة. بلبنان ما نسخة مصغرة جدا، الدولة فاسدة. ليس فقط فاسدة، كلمة فاسدة لا تعبر أقذر أنواع المفسدين السلطة الحاكمة في لبنان بكل أفرع هذه السلطة وبكل أغصانها. طبعا يترأسها الفساد الإيراني في لبنان، الثنائي الشيعي يشكل رأس حربة الفساد في لبنان، رأس حربة الفساد. ربما بعضهم يمتغض يتأذى من هذا الكلام أو ينزعج، بس هو يعرف، هذا الذي ينزعج يعرف أنه هو نعم رأس الحرب، هو الفساد بعينه، هو الشيطان بعينه، هو عدو الحق، هو عدو الإسلام، هو عدو كل مستضعف، هو عدو كل شريف. فساد قائم ومنتشر، وصل إلى 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 كل شيء. طبعا هذا الفساد مش مخفي، تعرفوا نحن من زمان وقفنا في وجهه وقلنا، حذرنا ودفعنا الدم وإلى الآن ندفع. يعني ليس أمرا كان خفيا. قبل الانتخابات في لبنان كنا نسمع أصوات حديث عن يعني علاجات، عن اللزوم مواجهة الطغمة الفاسدة، عن الحلول. طبعا كان هناك ضجيج، لكن هذا الضجيج كان مرتبط بالانتخابات، يعني الضجيج العالي من قبل بعض أركان السلطة أو زعماء البلد كان الحقيقة هو محاولة لاصطياد مناصرين للانتخابات. خلصت الانتخابات اليوم، هدأت وجن جنون البلد. اليوم نحن رايحين إلى الكارثة الحقيقية، يعني اسحى حدا يتفاجأ ويقول عجيب أنه هناك ناس تموت جوعا في لبنان. الأمر في لبنان بات قاب قوسين من هذا، وكل الحكام والزعماء مرتاحين. بتسمع الواحد عم يتحدث عن مراجله، وفلان عم يتحدث عن سياساته، يغفل تماما، يغفل تماما عن المشكل الحقيقي الذي يجب أن يواجه. أمر مرعب. اليوم طبعا نحن عم نتحدث هذه الجمعة، وسعر صرف الليرة وصل إلى قريب 37,000 للدولار الواحد. 37,000 للدولار الواحد يعني الحد الأدنى للأجور. بات لا يتجاوز 10-15 دولار، 20 دولار. يعني قبل الأزمة يعني 30,000 ليرة بالشهر حد أدنى للأجور مثلا، هذا مرعب. أجور الضباط وأجور الجنود والأمن الداخلي والمعلمين والموظفين، يعني ما في دولة ما في ناس تأكل. وثم بالتالي حتى لو إنسان أراد أن يحفر بأصابعه الأرض ويزرع، ما في كهرباء، ما في ماء. وكل يغني بليلاه إلى ليلاه إلى دنياه، غائب تماما عن هذا الشعب. وهذا الشعب المسكين هائم على وجهه. هنا
يجب أن تتشكل جبهة حالاً حالاً حقيقية، مش لحتى نوصل للمجلس النيابي تحت عنوان انتفاضة وتحت عنوان تحرير وتحت، لا، جبهة حقيقية لإنقاذ الإنسان في لبنان، الإنسان في لبنان في خطر، مطلوب جبهة حقيقية لإنقاذ الإنسان في لبنان، لإنقاذ رغيف الخبز وحبة الدواء. أنت تصور كيف يمكن للإنسان أن يأكل، أن يداوي نفسه، أن يرسل ولدا إلى مدرسة؟ الأمور كارثية تماما 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 تماما. ومع هذا الناس لاهية كالخراف تنتظر السكين تباعا وهي لاهية. نحن لاهون ونسعى وراء هؤلاء الكذابين الفجرة أعداء البشر خدم الشيطان. أيها اللبنانيون، أنتم مدعوون كل شريف فيكم إلى أن نشكل جبهة حقيقية يومية تقاوم وتقاتل وتدفع أهل الفساد، وتدفع أهل الفساد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نحن إذا ما وقفنا في وجه الفساد ما بيبقى منا شيء، نهائيا ما بيبقى منا شيء. كما وأنه في مواجهة العدو الصهيوني في فلسطين يجب أن تكون جبهة حقيقية، مش كذابين على المنابر وعاهرات، لا، جبهة حقيقية. لا تترك، هي لا يترك الأمر لأهل غزة أو لأهل الضفة أو لأهل القدس. هؤلاء بعضنا جزاهم الله خير عما فعلوا، بس يجب علينا أن نكون كلنا من أهل الرباط في القدس وفي المسجد الأقصى، ومن أهل الضفة ومن أهل فلسطين. في العالم العربي والإسلامي، في العالم يجب أن نكون جزء من الصوت المرتفع في وجه الطغيان الروسي والأمريكي والصيني على البشرية، في وجه الطغيان الدولي الذي يهدد البشرية. ما إلنا، ما عنده مجال. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هؤلاء الذين يفسدون ويسفكون الدماء، هذه دعوة صادقة؟ واجب المتخلف عن مواجهة المفسدين هو يلتحق بصفوفهم. لا خيار، إما أنك من المفسدين أو ممن يواجه الفساد، لأن السكوت عن الفساد فساد. أيها اللبنانيون، توحدوا في وجه الفساد. أيها المسلمون، أيها العرب، أيها المستضعفون، توحدوا في وجه الفساد. لا ينقذ الأرض إلا مواجهة الفاسدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.